على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، تستهدف شركة أكت فاينانشال المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر خلق كيان مالي كبير من خلال الدمج أو الاستحواذ مع كيان آخر، وذلك في خطوة تالية على طرح ما يصل إلى 30% من أسهمها في البورصة بنحو مليار جنيه خلال الشهرين المقبلين، بحسب باسم عزب الرئيس التنفيذي للشركة. عزب أوضح في تصريحات لاقتصاد الشرق مع بلومبرج أن شركته استقبلت طلبات اهتمام أولية من مستثمرين سعوديين وإماراتيين لعقد شراكات استراتيجية تضمن عمليات دمج أو استحواذ، وأضاف إلى أن خطة الشركة منذ تأسيسها تركزت على إتمام الطرح في البورصة ثم الدمج أو الاستحواذ مع كيان آخر لخلق كيان مالي كبير. ذكر تقرير صدر حديثا عن كومكو انفست أن أسواق المال في أبو ظبي ودبي شهدت أكبر عمليات شراء أجنبية بالخليج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بصافي استثمار تجاوزت 888 مليون دولار ما يعادل 3 مليارات و300 مليون درهم. مشاهدينا الكرام، نستعرض في الإنفوغراف التالي أداء الأسهم الخليجية خلال الربع الأول. ذكرت خدمة IFR المعنية بأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين أن شركة القابضة ADQ الإماراتية عينت بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين تمهيدا لطرحها الأول لسندات مقومة بالدولار على شريحتين بحسب ما نشرته صحيفة الخليج. وقالت الخدمة إن الصندوق اختار سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبو ظبي الأول وجولدمان ساكس انترناشونال و HSBC وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومدري دفاتر نشطين، في حين بيعمل كل من IMI انتسيا سان باولو وبنك أبو ظبي التجاري كمديري دفاتر مشتركين غير ناشطين. وأضافت الخدمة أنه من المقرر بدء الاجتماعات مع المستثمرين اعتبارا من اليوم الاثنين. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات القابضة ADQ ارتفاع الأرباح الصافية لعام 2023 إلى 18 مليارا و600 مليون درهم مقارنة مع 12 مليارا و260 مليون درهم في العام السابق لهم بنسبة نمو تجاوزت 51%. وحققت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة تجاوزت 101 مليار درهم بنسبة نمو 12%.
ينتهي اليوم الاثنين اكتتاب الأفراد في أسهم شركة سبينس بسوق دبي المالي، والذي خصص لهم 45 مليون سهم. وبدأ الاكتتاب يوم الثلاثاء الماضي من خلال طرح مجموعة الصير 900 مليون سهم، تمثل نسبة 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة سبينس. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين درهما و42 فلسا ودرهما و53 فلسا للسهم الواحد. ومن المتوقع بدء التداول في سوق دبي المالي بتاريخ 9 مايو المقبل. أظهرت البيانات المالية لشركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن فترة الربع الأول من العام الجاري ارتفاع صافي الربح العائد إلى مالك الشركة بعد الضريبة بنسبة 81%، مسجلا نحو 1,300,000,000 درهم مقابل نحو 725,000,000 درهم عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجل ربح الفترة قبل الضريبة ارتفاعا بأكثر من 94% إلى نحو 1,900,000,000 درهم. وجاء نمو الأرباح مدفوعا بارتفاع إيرادات الأشهر الثلاثة بأكثر من 83% متجاوزة 5,600,000,000 درهم، فيما ارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة 98%. شهدت دولة قطر اليوم الاثنين انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق رأس المال العربية بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية. ويقام المؤتمر على مدار يومين، ويستهدف مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية. كما يبحث تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي بتواجه أسواق رأس المال العربية.